عندما يتم اسقاط الظرف القاهر يعني هتلعب النهائي ما تعاودش المباراه، كاين كومبليسيتي تاع الكاف. الماده 16 من الفصل 11 من قانون كاس الكاف واضح وضوح الشمس، يقول لك سي بور اون ريزون كيلكونك ميزا بار لو كا دو فورس ماجور تال ديفيني بار لا كوميسيون انتر كلوب بيان سور، هما حبوا يقولوا بلي هذا كا دو فورس ماجور هو ما كانش. الفريق لا يلعب مباراه يقاطعها لا الى ارضيه المدني وغادر ارضيه المدني دون يعني ترخيص من الحكم، في كل الحالات انه يخسر المباراه ويتم استبعاده نهائيا من المنافسه، اسحاق ديفينيتيفمون اليميني داكوغ. وبالتالي لاكاف ما قدرتش تفرض تقول بلي لي جوما داروا اباندون غياب لانه كانوا في التيران، وقالوا ظرف قال البركان ما عندهمش لي مايو لانه تم حجز لي مايو تاعهم، بصح ما قدروش يلصقوا هذه في هذه ويقولوا ماركو ايريميلي، حبوا يطبعوا منه ماتش روتور ومن بعد يديروا عليهم اللي داروا فورفي ويتكاليفيو باش يسبونديهم دو زون بناء على الماده 10 من الفصل 11 من قانون كاس الكاف، كل ايكيب تابوندوني ما تكملش وتروح ديسكاليفي تخسر بار فورفي اسخا يعني ممنوعه من المشاركه في الدورتين المقبلتين منافسات كاس الانديه يعني تاع الكاف يعني اوكي. وهما واش يقول لك ليش ما كيس يتم اسقاط لو كاد دو فورس ماجور اللي بنات عليه لا كوميسيون دابيل الحجه ديالها باش اعلنت اتحاد الجزائر خاسر في مباراه الذهاب، يعني الطاس يقتنع بانه لم يكن هناك ظرف قاهر وبالتالي قرار الكاف خاطئ، وبالتالي نهضة بركان رفض ان يلعب مباراه الذهاب، وبالتالي نهضة بركان يخسر مباراه الذهاب، وبالتالي يجب تطبيق احكام الماده 16 من الفصل 11 الذي يقول صراحه من مسابقه كاس الكاف الفريق الذي لا يلعب مباراه يخسر نهائيا المباراه ويتم اقصاؤه نهائيا من المنافسه، وعليه اتحاد الجزائر سيلعب هو النهائي امام الزمالك، هذا هو المطلب تاع اتحاد الجزائر، وعليه بدا اتحاد الجزائر طلبه عندما يعني اودع طلب يعني لاروكات في الطاس بصفه استعجاليه، عندما طالب رئيسه المحكمه بضروره اعلان تجميد النهائي لانه كاين ان بريجوديس ايغيباغاب في حاله اجراء النهائي، وهو يطالب بلعب المباراه النهائيه بناء على كل ما تم سرده من قوانين.